بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. أوباما طالع يدعم الفلسطينيين، أو تحديدا بيمسك العصاية من النص. دول لهم حقوق في الدفاع عن أمنهم، ودول كمان ما ينفعش الأطفال تموت، ما ينفعش النساء تموت، ودول برضو لهم حقهم، وأنا كان المفروض أخد موقف. هجيب لك كل حاجة صوت وصورة دلوقتي، تمام؟ تعالوا نبدأ بإيران. زي ما ظهر قدام حضرتك، طلع إيران كلها تصريحات جوفاء: أمريكا ستتعرض لضرر بالغ إذا لم توقف إطلاق النار في القطاع. نقلت وكالة التسنيم الإيرانية شبه الرسمية الأحد عن وزير الدفاع محمد رضا كذا كذا قوله أن الولايات المتحدة ستتعرض لضرر بالغ إذا لم تنفذ وقف إطلاق النار في القطاع، وأضاف: خلي بالك، بغض النظر عن التصريحات دي، أنا بقول لك وقف إطلاق النار مش في صالح القطاع. خلاص، خلي بالك، طالما العالم عمال يتكلم على نقطة اعرف انها مش في صالحك، بالذات في الحرب دي. وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار قولا واحدا، هم لو قادرين يحسموا القصة مش هيسألوا فيك. انما طالما الكلام من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وكندا طلعت تتكلم، وده طالع يتكلم، وده طالع يتكلم، لا كده في حاجة هي مش قادرة تحقق اي انتصار على الارض. زي ما قلنا، خسائرها الاقتصادية زي ما نقول دلوقتي كبيرة جدا، لحد دلوقتي بيقصفوا بالصواريخ، لحد دلوقتي عمالين يخسروا جنود ويخسروا ويخسروا ويخسروا، فبالتالي مش قادرين. فعايزين يقول لك ايه ده، في ضغوط علينا كتيرة، فبناء عليه، اللي هي اللعبة اللي انا قلت لك عليها قبل كده. تمام. في نفس الوقت، اللعبة اللي هي فيلم عندنا اسمه مصري اسمه رشة جريئة: اعمل ان انت بتضربني وانا هعمل ان انا ايه الضربة وجعتني، انا ما ضربتنيش اصلا، وانا اصلا الضربه ما وصلتنيش، بس انا ايه بنمثل على بعض. قائد الاسطول الخامس الامريكي: نشرنا قوارب عسكريه مسيره لمواجهه البحريه الايرانيه في مضيق هرمز، تحمل لاول مره ذخائر فتاكه ونتحكم بها عبر مراكز عمليات في البحرين. عشان قلت لك البحرين بتلعب زي دلوقتي ليه الامارات برضو بتلعب نفس اللعبه وتقول لك عملنا، هنقول دلوقتي. برضو بالنسبه لاردوغان، اردوغان طالع ويقول وهنسحب السفير واستدعينا السفير، بس مش هنقطع العلاقات، واحنا مش هنتعامل مع رئيس الوزراء، والقصه اللي احنا غنيناها، قصه ان احنا نقلناها في الحلقات الماضيه دي. طيب، النهارده لقطات للشرطه وهي تفرق متظاهرين حاولوا تنظيم احتجاج تضامن مع القطاع ضد قاعده انجريلك الجويه الامريكيه. في قاعده هناك تابعه للناتو، قاعده امريكيه هناك كبيره جدا، فالمواطنين، مش انا قلت لك اردوغان عايز يحافظ على القواعد بتاعته، راح وقفوا حواليها وعملوا مظاهرات حاشده. طب الشرطه تعمل ايه؟ اردوغان يعمل ايه؟ يطلع بقى بيان وقررنا طردكم؟ لا، في اتفاقيات وفي بتاع. طب وانت طالع توجع دماغنا ليه؟ ما انا بتاجر بالقضيه. راح جايه الشرطه متحركه ضربه قنابل الغاز عشان تفرق المتظاهرين اللي حوالين القاعده الايه الامريكيه. تعال ننتقل للامارات، رئيس دوله الامارات اللي بيزود اسرائيل بالسلاح وبالطيران، وقائد القوات الجويه بتاعته هناك وطيروه هناك وبيزود بالسلاح وكل شيء، جاي عشان ينقذ سمعته. رئيس دوله الامارات يامر قيادات العمليات ببدء عمليه الفارس الشهم 3 الانسانيه لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع. يا راجل، شعب فلسطيني ده مش لاقين مساعدات يدخلوه. انا بكلمك حرفيا، وفي كلام على ان الاكل اللي بيخش هناك اكل منتهي الصلاحيه و و و لا، انتوا بتتاجروا بالقضيه. زي ما حصل في اوكرانيا، عايزين سلاح، ادوهم سلاح بايظ. هنا انتوا عايزين اكل، ادوهم اكل بايظ. فكله بيتاجر بالقضيه، وكله كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. تعال بقى للخسائر الاقتصاديه بتاعت مين؟ بتاعت اللي ما يتسموش. تكلفه محاوله اسقاط صاروخ عياش 250 الذي اطلق من القطاع نحو ايلات النهارده وامبارح ومن يومين كام؟ بلغت $1,000,000 عشان يحاولوا يسقطوه. محاولات الاسقاط لحد ما اسقطوه كام؟ $1,000,000. عشان تفهم نظريه القبه الحديديه، عشان تقدر توقع صاروخ بتطلق في حوالي من 2 ل 3 صاروخ. كل صاروخ بكام؟ عد بقى. فالتكلفه $1,000,000. طيب، من البوم برضو، صحيفه كالكاليست بتاعته بتقول ايه؟ الحرب في القطاع قد تكلف اللي ما يتسموش اكتر من $50,000,000,000. تكلفهم كام؟ خسائر، تكلفة بس، خلاف الخسائر الاقتصادية، خلاف البنية التحتية، خلاف القصة دي كلها.
الخسائر كام؟ 50 مليار دولار. انت متخيل؟ عرفت الضربة موجعة قد ايه؟ ما خسرتهاش اصلا الرقم ده من ايام حرب 73. فانت متخيل الحرب دي موجعة قد ايه؟ تعال بقى لحاجة تانية موجعة اكثر. اذاعة جيش اللي ما يتسموش بتقول ايه؟ مقتل رجل دين، مش عايز اقول الاسم، اكيد انتوا عارفين والخبر قدامكم. مقتل رجل دين متأثرا بجروح في انقلاب دبابة بالشمال بعد انضمامه للجيش كجندي احتياط. عشان بس محدش يقول لك ده مدني، ده رجل دين. كله يا باشا بيخش، كله بيخش وكله مجند. طب هنا في سؤال، يعني ايه انقلاب دبابة؟ انا مش فاهمها دي، يعني ايه انقلاب دبابة؟ وبعدين الدبابة لما بتنقلب هو بيموت ليه؟ ما هو جوه بيموت ليه؟ هم مش عايزين يقولوا ان هم مرعوبين، او مش عايزين يقولوا. وفي رقيب برضو بيعلنوا ان هو مات وفي اصابات، ضابطين. اصابات ايه يا جدع؟ ده في 24 مدرعه اتنشروا في فيديو الامس بتاع الاسود وهم بيولعوا. انت المفروض العدد مش اقل في العمليه دي مش اقل من 70 80 واحد بحد ادنى. كل دبابه يكون راكب فيها 5 6 اضرب في 24، فانت متخيل الرقم عامل ازاي؟ فيجي يقول لك ايه؟ لا اصل هو رجل دين وانقلبت بيه الدبابه، اللي هو كان راكب لوحده؟ مش فاهم، يعني هو كان سايق الدبابه لوحده مثلا؟ بس هما بيستخفوا بعقولنا، مش عايزين يقولوا الارقام الحقيقيه. فعشان كده بنطالب الاسود طلعوا الارقام حتى لو هتبالغ. مش بس كده، بص بقى المخطط بتاع 48 اللي علي معاهم قوي، وهم مش فايقين ان احنا مش في سنه 48، احنا في 2023 والوضع متغير كليا عالميا، مظاهرات حاشده بشكل غير مسبوق. وشكرهم المتحدث باسم وزاره الداخليه في قلب القطاع، مظاهرات غير مسبوقه في قلب امريكا، واتكلمنا عنها في حلقه امس والفيديوهات هتلاقوها في منصه اكس. بيقول ايه؟ مسؤول من عند اللي ما يتسموش برضو خلاف موضوع القنبله، تصريح تاني اخطر منه، بيقول لك هناك 2.5، هناك 2.5 مليون في قلب القطاع. حلو الكلام؟ دول اصلا اللاجئين اللي طردوهم من بلادهم ومن اراضيهم ومن القرى ومن المدن بتاعتهم. حلو الكلام؟ بيقول لك ايه؟ دعونا نوزعهم في جميع انحاء العالم، يعني هم اللي جايين من كل دول العالم من الشتات عشان يخشوا يطردوا الناس ويحولوهم تاني لشتات. تمام؟ دعونا نوزعهم في جميع انحاء العالم، دع كل دوله من الدول المية تقبل خمسه او تقبل 25,000 شخص، وهذا اكثر انسانيه. يا سلام على الانسانيه. يعني تعالوا نوزعهم على كل دول العالم، 100 دوله كل واحده هتاخد 25,000. بص التصريحات عامله ازاي. ارتفاع بقى حصيله ضحايا القصف بتاع اللي ما يتسموش على القطاع الى 9770 فلسطينيا، نصفهم من الاطفال، والنصف الثاني ربعه او ثلثه من النساء، يعني 70 75% اطفال ونساء. ويطلع يقول لك ايه؟ اصلهم كذا واصلهم كذا. عشان ده اللي خلى بقى ايه؟ اوباما يطلع يتكلم. التغيير ده مش سهل، وما حصلش في يوم وليله. فالتغيير ده يا جماعه، يعني السوشيال ميديا، احنا الروايه بتاعت الفلسطينيين او بتاعتنا احنا هي السائده. هيطلع بعض المرجفون زي ما بيكتبوا لنا في التعليقات هنا وهنا وبنشوفها هنا وهنا، يطلع يقول لك ايه؟ انت شغال على الصفحات بتاعتهم وعلى المنصات بتاعتهم، فانت كده بتكسبهم اصلا. يا ابني هو احنا عندنا حاجه وقلنا لا؟ واحنا بنشتغل على نفس الملعب ده، ده انتصار لينا. انا بلعب معاه على ملعبه وبقدر فانا بلعب معاه على ملعبه وقادر انتصر عليه. اسمع اوباما بنفسك ونكمل بعدها. That what Hamas did was horrific and there's no justification for it. And what is also true is that the occupation and what's happening to Palestinians is unbearable. And what is also true is that there is a history of the Jewish people that may be dismissed unless your grandparents or your great grandparents or your uncle or your aunt tell you stories about the madness of anti-Semitism. And what is true is that there are people right now who are dying who have nothing to do with what Hamas did. And what is true, right? I mean, we can go on for a while. And the problem with the
social media and trying TikTok activism and trying to debate this on that, is you can't speak the truth. You can pretend to speak the truth. You can speak one side of the truth. And in some cases, you can try to maintain your moral innocence, but that won't solve the problem. And so if you want to solve the problem, then you have to take in the whole truth. And you then have to admit nobody's hands are clean, that all of us are complicit to some degree. I look at this and I think back, what could I have done during my presidency to move this forward as hard as I tried? I've got the scars to prove it. But there's a part of me that's still saying, well, was there something else I could have done? That's the conversation we should be having. Not just looking backwards, but looking forward. And that can't happen if we are confining ourselves to our outlook. زي ما حضرتك سمعت. طلع بقى رئيس وزراء اللي ما يتسموش بيقول لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى إعادة الأسر. هو هنا عشان يقولك إيه؟ ده بيتحايل عليا، وده عشان ما يبقاش منهزم، ما يبقاش هو اللي بيطالب أو هو اللي بيوافق، وفي نفس الوقت عشان في الهوجة بتاعت إيه؟ أحلام 48 لسه عايشين فيها. فأنا بقولك الهزيمة هتبقى نقراء ومش هيعرفوا يداروها المرة دي. الهزيمة هتبقى نقراء. واللي منتصر في هذه الحرب واللي يقدر يحدد الانتصار ودرجته هم الأسود بمفردهم فقط لا غير. بس يا سيدي، شكرا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. شكرا.